انت لو مكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اه هتروح الماتش ولا مش هتروح الماتش؟ لا هتلعب؟ لا مش هلعب. يعني اللي عمله هو ده صح؟ لا هو اللي عمله الحبشتكنات اللي حصلت دي انا ما بحبهاش، اللي هي ايه بقى؟ ان الاتوبيس راح والاتوبيس عطل والاتوبيس الكلام ده، انا مش بتاع الكلام ده. طب هو انا نادي الزمالك، يعني هو كان متعمد؟ اسمعني اسمعني، انا نادي الزمالك انا قلت قرار على اتحاد الكوره ان هو يعمل حساب لمصلحه ناديين كبار بيلعبوا بطوله افريقيا اهم من الدوري بكتير. يعني الغلط في الاساس غلط اتحاد غلط الكوره. اتحاد الكوره، طيب لان انا مش هبدي شركه راعيه عشان تكسب تيجي تعمل لي ماتش قبل ماتش قمه باربع ايام او ثلاث ايام وخارج مصر عشان الشركه دي هتاخد فلوس، الشركه دي هتربح ناس معينه، فمش مهم اضغط اي حاجه. طيب لا مين المفروض مصر الاول وبعد كده الزمالك والاهلي والكلام ده، طيب وبطولات افريقيا دي مصر. مين اللي راعى حقوقه الاكتر؟ الاهلي اللي راح الاستاد ولا الزمالك اللي فيه ظروف قهريه وفقا لكلام مسؤوليه، فيه ظروف يا عم قهريه انا بقول لك، انا بقول لك مفيش منعته ظروف من قهريه الذهاب ولا لاستاد حاجه. القاهره؟ انا نادي الزمالك انا كانت هي كلمه واحده، انا مش رايح العب خلاص، الموضوع انتهى. ليه؟ لان انا ده عندي كان في مهمه. ظروف قهرية يا كابتن. يعني احنا لما جينا سنه 90 واحنا فرق كبير جدا عن الاهلي في الدوري، وجي كابتن الجوهري قال لك ستوب مفيش دوري، انا محتاج المنتخب اعمل بيه واعده لمنتخب مصر، بديت ايه؟ بديت زمالك منتخب واهلي مصر. ولا ايوه بس هو مفيش استعداد دلوقتي. أي لا عندك ازاي؟ ماتش. ده يعني انت انت كنت شايف ان كان لازم يتأجل. بالظبط كده، انما هم عملوا حساب الشركه الراعيه اللي عملت الحساب ليه ما بتاعها على تقولش يوم ان هم عملوا حساب انتظام الدوري اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه؟ ما هو انتظم الدوري، ما جيبش ماتش سوبر بتاع السنه اللي فاتت عشان احطه وسط جدول انا ممكن اجله، مش محتاجه، اصل يا كابتن دي هو مش احنا حاجه. ليه كل شويه هنقعد نأجل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في حاجه، في دايما في الحياه حاجه اسمها الاهم في المهم في الاقل اهميه، اتفضل. لازم ارتبها. لما اجي ارتب كده هقول ايه؟ اقول ان بطوله افريقيا اهم، مهم خلاص الدوري، طيب الاقل اهميه ان انا اعمل مباراه سوبر خارج مصر. الزمالك قعد ركب اربع طيارات عشان يوصل قطر، حلو، لعب مباراه بعد المباراه بيوم، جه اليوم اللي بعدها ادي ما اتمرنش يوم، اوكي، جه اللعيبه خدت راحه، جم اتمرنوا تمرين خفيف، عايز تلعبهم ماتش اهلي؟ طب بعد ايه يعني ماتش الظروف، الاهلي؟ بعد الظروف اللي هما حصلت صحيوا دي، من النوم لقوا ماتش الاهلي ده موجود، لا ما كانوا هو متحدد متفقين، بقاله كان في شهرين يا اتفاق. كابتن. لا 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 لا، كان في انا شخصيا طلعت في البرنامج واتكلمت وقلت ان يجب على الدوله، ما رضيتش اقول اتحاد الكوره، يجب على الدوله ان تراعي مصالح الانديه الكبيره في مصر اللي ايوه هي الدوله مش مالها يا كابتن؟ هو مش في اتحاد الكوره موجود هو اللي بيدير والله المسابقه؟ اعتقد يعني اتحاد خليه الكوره، اعتقد اتحاد الكوره ما بيديرش حاجه. ما بيديرش حاجه.